بصوا يا اولاد، صلوا على النبي. احنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اكتر من حاجة هنعملها ساعة لما تكون الحتة بتشتي عند نزول المطر. احنا هنقسمها ترتيب كده، اول ما ان احنا نشوف المطر، الدنيا بتمطر، بنقول اللهم صيبا نافعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي علمنا ايه، ان احنا نقول اول ما نشوف المطر نقول اللهم صيبا نافعا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما المطر ينزل بيقول يعني بنقول الدعاء الاول، نقول اللهم صيبا نافعا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يشوف المطر بينزل تحت المطر ويحصل على ثيابه، يعني بيكشف ايده مثلا ورجله ويبدا يمسح بها جسمه ويمسح بها ما استطاع من جسمه، ويقول هذا حديث عهد برب. السيده عائشه لما سالته قال لها هذا حديث عهد برب. الحاجه اللي بعد كده، اول ما ندعي الدعاء ونحصر عن نفسنا بهدومنا وكده ونبدا نمسح جسمنا بالمطر، بندعي باي دعاء شئنا طالما ما فيش فيه حاجه ظلم الحد او قطيعه رحم، بندعي ربنا سبحانه وتعالى باي دعاء حبينا. اللي حاجه بعد كده، احنا لو جينا نبص لقينا الحته بتشتي كتير جدا، ما بتبطلش مطر، فنقول اللهم حوالينا ولا علينا، نقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. بنقول الدعاء ده اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الأشجار وبطون الأودية. فدي الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيدعيه. طيب خلاص الدنيا بطلت مطر، قلنا الدعاء الأولاني اللهم صيبا نافعا، اللهم أو اللهم صيبا هنيئا، نزلنا تحت المطر، دعينا ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء اللي احنا نحبه اللي احنا نفسنا ربنا يستجيبه طالما مش حاجة حرام. بندعي بعد كده بالدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه لما الحتة تشتد في المطر جدا، اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخر الدعاء. بعد كده بقى لما الدنيا تنتهي والمطر يبطل، نقول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال مطرنا بفضل الله. بنقول ايه؟ مطرنا بفضل الله. ودي من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عند نزول المطر وعند اشتداد المطر وبعد انتهاء الايه المطر ان شاء الله.